قصص عربية. الأقزام الثلاثة. منذ وقت طويل نسمع قصص زوجات أب شريرات وكيف يعاملون الأطفال بقسوة، وصدقنا تلك القصص صحيح؟ لهذا هذه القصة مهمة جداً. بعيداً جداً جداً في قرية على التل المتجمد عاش تاجر اسمه بيتر. كان يعيش في كوخ مع زوجته الجميلة وطفلين جيرمي وسيلين. الأمور جيدة، لكن في يوم مرضت زوجة بيتر بشدة وللأسف لم تتعافى. كان على بيتر أن يعتني بطفليه. عاش وحيداً لسنوات، وبينما الطفلان يكبران أدرك أنه يحتاج مساعدة في تربية الطفلين، وكذلك يحتاج شريكة معه. لذا تزوج ممن أصبحت أماً لطفليه، سامانثا. سيلين، عليك تنظيف غرفتك، الفوضى أمر سيء. كنت أعرف أنت زوجة الأب الشريرة. دخلت بيتنا منذ شهر وتجعليننا نقوم بكل شيء، وأنا لن أطيع أحد. ها؟ جيد أنك هنا يا جيرمي. هل تحضر لي المقلاة؟ لا أصل إليها. لن أفعل. تسيئين معاملتنا في بيتنا. أنت الغريبة هنا وليس نحن. جيرمي وسيلين لم يطيعا سامانثا. كان يخافان منها لكن لم يعترفا. أتصدق هذا؟ طلبت أن أزيل الجليد قبل أن أجلس على كرسي الحديقة ولم أفعل. وماذا فعلت هي؟ أعطتك طعاماً فاسداً كعقاب لك؟ ألهذا لم تأكل العشاء بالأمس؟ حسناً، لا، في الواقع لم أنصت لها، وجلست على الكرسي بدون إزالة الجليد، لذا ابتلت ملابسي واضطررت لتبديلها بأخرى. لكن حسناً، كيف تجرؤ على طلب شيء مني؟ أتفق معك، خبزت كعكة بالأمس فقط لتجعلني أنظف المطبخ والأطباق لاحقاً. وهل نظفت الأطباق؟ وهل عاقبتك بحك الأرض كعقاب؟ لا، في الواقع لم تطلب أي شيء. لكن ماذا لو فعلت؟ لن نسمح لها بتدمير حياتنا، عليها أن تذهب. في اليوم التالي عند عودة سامانثا من السوق رأت أن البيت كان في فوضى، لا شيء في مكانه مطلقاً. زوجة أبي، إن جيرمي مريض، ساعديني رجاءً. لا، ماذا حدث له؟ إنه مصاب بحالة ما ولا يمكن علاجه إلا بالفراولة. إنها حالة وهمية، وأيضاً إنه ليس موسم الفراولة. تظنيننا نكذب؟ هكذا تحبيننا؟ أنت لا تهتمين بنا، أنت زوجة أب فقط. لو كان أبي هنا، لكنه ذهب لعدة أيام. جيرمي، لا تكلم أمك هكذا. حسناً، سأذهب للسوق وأحاول إحضار الفراولة. لا، لن تجديها في السوق، إنها على تلال تريتا. تلال تريتا بعيدة، لكن سامانثا وافقت لأنها لم تعتقد أنهما يختلقان هذا فقط ليتخلصا منها. جيد أنك وافقت. قبل أن ترحلي أتنظفين البيت؟ تعرفين لا يمكن ترك جيرمي أبداً. نعم يا عزيزتي. رغم عودتها من الخارج تواً ورحلة صعبة تنتظرها، نظفت سامانثا كل البيت. ستستغرق يوماً لتصل للتلال ويوماً حتى تعود. أخذت سامانثا بعض الطعام وغطاءً للتدفئة. طلبت من سيلين أن تعتني بأخيها، ولم تدرك خطة الطفلين الشريرة. صارت سامانثا على الجليد لساعات، وبعد أن تعبت، معطفي مبلل، ربما علي خلعه واستخدام الغطاء.
ماذا؟ بعد أن فتحت الحقيبة وجدت الغطاء ممزقاً والطعام يغطيه العفن، وعرفت أن هذا من عمل الطفلين. أنا بعيدة عن البيت وعلى تلال تريتا، لا طعام هنا، كيف سأعود للطفلين؟ ماذا سأفعل؟ حزنت سامانثا بشدة ولم تلحظ ظهور ثلاث نبتات خلفها. إنها تبكي، بكاء الناس يوترني كثيراً. أوه، هيا ابتعد، دعني أنا أتصرف. من أنتم؟ مرحباً، أنا هيزل، وهذا سيلي، وهذا تومي، أقزام التلال المسحورة الثلاثة. ماذا؟ حسناً، آسف، أحاول تخفيف التوتر. هذه ليست تلالة مسحورة، لكن نحن أقزام نعيش قرب المكان. هل ترغبين في مشروب ساخن؟ بعد أن تدفأت سامانثا وارتاحت، حكت قصتها للأقزام. يظنني أنني لن أحبهما لأنني زوجة أبيهما، لو فقط يفكران في أفعالهما بدلاً من تصديق ما يسمعان. الأقزام فكروا ووجدوا خطة، طلبوا من سامانثا أن تساعد في تنظيف جليد السقف، ولأنها ترغب في شكرهم وافقت على الفور. وبعد أن غادرت، علينا أن أعطيها تعويضة الطاعة، أي الكلام تطلبه من الطفلين سينفذان على الفور. فكرة رائعة، متأكد أنهما سيكتشفان خطأهما ويتحسنان. وأريد أن أعطيها شيئاً آخر. بينما تنظف الجليد على السقف، فراولة؟ رغم أفعال جيرمي وسيلين، جمعت سامانثا كل الفراولة واستعدت أن تعود للبيت. تركت بعض الفراولة للأقزام، ولم تعرف أن سحرهم هو ما جعل الفراولة تظهر. وبعد أن عادت للبيت، لاحظت وجود اختلاف، شعرت بثقة وقوة كبيرة. وعندما دخلت البيت، أنت، أعني، زوجة أبي. أحضرت الفراولة؟ جيرمي، تبدو أفضل، ربما حالتك قد اختفت وحدها، لا تحتاج الفراولة، صحيح؟ لا، أعني أنا... جيرمي وسيلين، أنا متعبة، لما لا تنظفان ما صنعتما من فوضى؟ شعر برغبة شديدة في أن يطيع، ونفذ كل كلمة. بدأ في تنظيف البيت، رغم أنهما لم يعرفا لماذا ينفذان ما طلبت. ماذا؟ هل فعلاً ينفذان كلامي؟ هذا مثير. حسناً، توقفا، هيا غنيا. لا 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 لا. حسناً، هذا عقاب كاف لكما، أخبراني الحقيقة، لماذا العفن يغطي طعامي وغطائي ممزق؟ لأنني بللت طعامك ومزقت الغطاء. لما فعلتما هذا؟ أردنا التخلص منك، أنت زوجة أب وأمثالك لا يحبون الأطفال. وبعد أن قال هذا، أدرك أنهما قد أخطأا كثيراً، كان يمكن أن تتأذى بسبب أفعالهما. عزيزاي، عندما تصدقاني بلا تفكير، تتأثران وتؤثران على الآخرين. من المهم أن نواجه أخطاءنا ولا نصدق كل ما نسمع. أدرك الطفلان خطأهما وعانقا أمهما بشدة. سامانثا ذكية وأدركت أن الأقزام ساعدوها بالسحر. بعد أيام، عادت للكوخ ومعها كعك لتشكرهم على المساعدة، وطلبت أن يزيلوا التعويذة لأنها لم تعد تحتاجها. جيرمي وسيلين يطيعان أمهما بدون أي تعويذة، ولكن بدافع الاحترام والحب. اجتمعت العائلة، وتعلم جيرمي وسيلين درساً مهماً جداً، لا نصدق ما نسمع بدون تفكير.